يا مساء الخير، تابعونا في بداية حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب، بداية انطلاقة أسبوع جديد بإذن الله، يكون مليء بالإنجازات الجميلة والمفاجآت أيضا اللي ممكن تسر خاطرنا خصوصا هذه اليومين. خلونا نشوف أبرز العناوين اليوم، مش عندنا اليوم، وارجع لكم. اليوم في ساعة شباب، كورونا وآخر المستجدات الصحية، يوم الأم، الحب في أجمل صوره، في عز كورونا بأي حال عاد يوم السعادة، كل هذا وأكثر في ساعة شباب. نروح لأهم وأبرز التغريدات المميزة لليوم، واللي لاقت تفاعل كبير جدا من المغردين وخصوصا على منصة تويتر. خلونا نشوف ايش معانا في أول التغريدات من حساب إمارة منطقة مكة المكرمة. التزام سكان محافظة جدة تفاعلا مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج للأماكن العامة إلا للضرورة للحد من انتشار فيروس كورونا. صراحة جميل جدا هذا الالتزام، خصوصا من سكان عروس البحر الأحمر جدة واللي أظهرتها الإحصائيات العالمية أيضا. ومهم جدا نكون واعيين هذه الفترة لسلامتنا وسلامة الناس اللي حولنا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية دليل كبير جدا على الوعي اللي قاعدين نعيشه هذه الأيام. شكرا من القلب لكل سكان جدة وأكيد كل سكان مناطق المملكة. وإلى التغريدة الثانية من حساب أمانة منطقة الرياض، لأن سلامتكم من أولويتنا طبقنا العقوبات بحدها الأعلى على 196 محلا لمخالفتها قرارات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، وأحلنا ملاكها إلى الجهات الحكومية المختصة لإجراء أو اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم. صراحة وبكل صراحة، كل مخالف يستحق بأن يعاقب، لأنه ما بيأثر على غير، ما بيأثر على نفسه بس، ولكن بيأثر على الغير، خصوصا مع عدم الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية في إغلاق المحلات التجارية. وهذه الإجراءات يا جماعة هي لمصلحة الجميع في الأخير. شكرا لكل جهة تقوم بدورها، وشكرا لكل الشباب الملتزمين بهذه القرارات. حقيقي اليوم حابة أشكركم طيلة حلقة هذا اليوم. إلى التغريدة الثالثة من حساب التواصل الحكومي، كلنا مسؤول، فريق عمل مسلسل مخرج 7 يقدم مسؤولية تجاه الوقاية من فيروس كورونا الجديد، ولكن هذه المرة بطريقته الخاصة. خلونا نشوف مع بعض هذه المشاهد وارجع لكم. هلا يبا، هلا، تروح معنا؟ لا 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 لا، عقب كورونا عندي شعارين. الشعار الأول السلام نظر، يعني مصافح خمخمة أنسى. الشعار الثاني البديشن في بيتك إلين الله يفرجها. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. على وين؟ والله يبا زهقنا من قعدة البيت، كلنا نطلع نغير جو. الحكومة ما عطلوكم عشان تهجهجون في الشوارع في السوقة، الحكومة عطلوكم علشان تنثبرون في بيوتكم، علشان تقرون وتقعدون في بيوتكم. كل صاد زخوي إلا أفرضوا في روحتكم دي اللي أصلا ما لهمها داعي، دي أصلا روحها أصلا. رحتوا مكان عام ولا دخلتوا مطعم ولا دخلتوا بلا ولمستوا شيء ما له داعي، إيش تبي تسوون؟ تبي تنقلون الوباء من الشارع لين البيت؟ نعم. ترضون إحنا نتوبى في بيتنا؟ فال الله ولا فالك، فالك ما قبلناه. إيه فال الله ولا فاله، تسمعون كلام الحكومة، تسمعون كلام الحكومة وتنثبرون ببيوتكم، ولا تبي تقعدون تتبطبطون بط 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 كل يوم متبطبط علينا واحد؟ ترضين ترضين تتبطبطين؟ لا والله ما ودي ما ودي اتبطبط. أجل قرن يا زوجي العزيز، والله ان ملينا من قعدة هالبيت وهالتلفزيونات، ما غير اقلب هالقنوات كل شوي يطلع لي كورونا وكورونا كورونا وكورونا، مليت. حتى المعقمات تشققت يديني من المعقمات والمطهرات، جتني غلقة ابي اطلع من البيت. مو بس انتم، العالم كله مستنفر،
وبعدين يعني لا تاخذين اذا انت جيتي عقمتي ايدينس انه خلاص يعني تعقمين ايدينس شيء طيب بس مو لهالدرجه. السلام الحالة هذا الموت الحمر امنعونا من السلام ومصافح. وشو شلون يعني اذا جتني وحده تبي تسلم علي اصدها؟ استحي والله. الا تصدينها وتردينها يا بابا، السلام هو الناقل الاول للعدوى. الا هو صاد، اذا كان حتى الطابور لازم يصير بينه وبين الواحد متر كامل، فما بالك السلام؟ انا مهبول اخلي واحد يجي يسلم علي يقعد يجغب فيني بعدين ينقل الوباء، بعدين اجي انقل الوباء لبيتنا. صحيح. طيب وش السوات يعني؟ السوات اذا جيتي تبي تسلمين مع احد خبريه. قم اذا جيتي تبي تسلمين على احد ها هذا لي هلا دونت تاتش. والله كورونا ارحم صراحه. دونت تاتش. عشان كده اقول لك غسل يدينك والسلام نظر واقعد في بيتك وخلي المسافه متر. فعلا صراحة شيء جميل وعطونا طرق جديدة عشان نحذر ونبتعد عن السلام، مثلا دونت تاتش أو ممكن تسلموا كذا وخلاص وينتهي هذا الموضوع. وأكيد كل الشكر لهذا التوجيه من الفنانين الرائعين على رأسهم الفنان ناصر القصبي وأكيد الفنان راشد الشمراني وكل المجموعة، وهذا دورهم أكيد في تنمية المجتمع وتوعيتهم في نفس الوقت خصوصا في هذه الفترة. إلى التغريدة الرابعة من حساب الأستاذ فريد مخلص، خلونا نشوف إيش قال. على فكرة أهل مكة عندهم مفردة عتيقة، لما الأب مثلا يطلب من ولده أنه يجلس في البيت وما يبغى يخالف كلامه ويخرج يستخدم مفردة أشدد فيقول له أقول لك اترزع في البيت. صراحة يعني معروفة هذه الجملة أو هذه المقولة، معروفة عندنا في كل بيت، يمكن في جدة وفي مكة، وصراحة يعني أسهل شيء. ومو بس كذا، أستاذ فريد جاب لكم من الآخر وحط لنا بوست يحمل نفس الجملة ولكن بكل اللغات. أتمنى الكل يلتزم بعد هذا المجهود الجبار من كل المواطنين والشعب في كل مكان وأيضا الوزارات. شكرا لكم. هذه كانت آخر التغريدات معنا اليوم، ولكن من تويتر إلى فقرة المعرفة. ودقيقة شباب، معلومتنا رياضية، ممكن أعطيكم يعني كذا بعض المعلومات الرياضية عشان أنتم جالسين في البيت تتمرنوا شوية وتكسروا الروتين. وعشاق التايكوندو مع الكابتن المها بهديلة، نتابع. التايكوندو والبنات، السؤال اللي دائما بيتكرر لانه التايكوندو رياضه التايكوندو بترتبط بكلمه عنف، فدائما بيسالوني هل لازم البنت تكون جريئه او هل لازم تكون شخصيتها قويه عشان تمارس هذا النوع من الرياضه. حابه اقول لكم ان هذه معلومه جدا خاطئه. ليش؟ لانه اي شخص اذا كان ضعيف شخصيه او كان منطوي او كان خجول، انسب رياضه له هي رياضه التايكوندو. ليش؟ بتنمي الثقة في النفس وبتحول الشخص هذا إلى شخص يقدر يبرز شخصيته أمام الناس. وأحب أنه ما نربط دائما الضعف بالأنثى أو نقول مثلا هي ضعيفة عشانها بنت، بالعكس هذه الرياضة مناسبة للجميع. مكملين معاكم وبعد الفاصل آخر المستجدات الصحية حول فيروس كورونا، انتظرونا. مكملين متابعتنا لمستجدات كورونا. قبل قليل صرحت وزارة الصحة بإصابة 119 شخص في المملكة بفيروس كورونا، وبذلك يعني يصبح إجمالي الإحصائيات أو آخر الإحصائيات في المملكة 511 شخص مصاب بفيروس كورونا. تم تعافي 17 حالة منهم، والحمد لله لا توجد أي وفيات إلى الآن. صراحة يعني مدى تأثير التجاوب الشعبي مع أوامر الدولة في إسراع انحسار الوباء ومنع تفشي ومسؤوليتنا جميعا في الالتزام
بالتعليمات اليوم، لذلك حوارنا راح يكون حول هذا الموضوع مع الدكتور أسامة النجار. منورنا اليوم. منور دكتور أسامة. بنورك، شكرا. يعني بداية يمكن خليني أسألك، كيف بيتم تطبيق التباعد الاجتماعي الإيجابي بشكل فعال، ونذكر بعض الأخطاء الشائعة عن هذا الموضوع؟ جميل. أولا، أول حاجة الكلمة تباعد اجتماعي، أول ما يسمح الإنسان نفسيته تكش كذا، لا ليه تبعدوني؟ فأنا سميتها التباعد الاجتماعي الإيجابي، سامحني، لأنه جدا مفيد. طيب كيف نطبقه بشكل جيد؟ أنا عارف أنك أنت بتفكر فكرة أني أنا ما أنزل الشارع إلا للضرورة. طب ما هو تعريف الضرورة؟ هذا سؤال جدا مهم. الضرورة معناها أنك محتاج حاجيات غذاء أساسية أو دواء أساسية. أما تنزل لي عشان نثر النقص كيس بازاليا، وإحنا ما نحب الرز إلا بالرز والبازاليا، أنا بقول لك لا تنزل، ما في داعي. هذه مرة مهمة، يعني في بعض الناس أولوياتهم مختلفة، فلو سمحت الأساسي فقط. هذا شيء. الشيء الثاني، كل مرة بتنزل تتبضع فيها، خذ كمية تكفيك لكم يوم، ما في داعي كل يوم أنزل كل يوم أنزل. هذه حاجة رقم اثنين. رقم ثلاثة، وهذه جدا مهمة، في ناس كثير يفكر التباعد الاجتماعي إني أبعد عن الناس اللي برا، لكن أسرتي نقعد جنب بعض نلعب سوني. لا، حتى داخل الأسرة نعمل تباعد بيننا وبين بعض، ما نقعد نقرب من بعض أكثر من 2 متر، ولا نقعد في غرف كثير متجمعين سوا، حتى لو كنا من نفس الأسرة. نعم، من نفس الأسرة. هذه جدا مهمة، لأن هذا خطأ شائع الناس بتسويه، تفكر أنها حتعزل نفسها في البيت لوحدها، وهذا كفاية. حتى الناس أفراد البيت بعدوا، يعني لا تتجمعوا مع بعض، حتى إذا تجمعتوا ممكن تتركوا بينكم وبينهم مسافة متر على متر ونص على الأقل. طب ليه؟ ممكن البعض يسأل دكتور، ليه بنقوم بالتباعد الاجتماعي؟ يعني إيش الهدف منه في النهاية؟ جميل. أنا في هذا الشيء كنت حابب أني أنا أعرض بعض الصور، وهذه نزلت الصور وانتشرت، هنعرضها يعني معنا. أيوه. وكان فهمها صعب على الناس شوية، كان المفروض أنها تتعامل بشكل أفضل، ولكن لو إحنا شرحناها الآن راح تكون أسهل. خلونا كده نشوف أول صورة مع بعض. طيب يا سلام، أول صورة، تعالوا أحكيكم إن إحنا في عندنا بني آدم اسمه A، وبني آدم اسمه B، وبني آدم اسمه C، وبني آدم اسمه D. تعالوا نعرف هذول الناس في المجتمع هم مين. أعطونا الصورة الثانية. طيب الآن بني آدم A هذا اللي جاء من برا السعودية أيا كان، وحامل للمرض، هذا دخل أكيد من بعبر بحري أو جوي أو بري، فمسجل اسمه عندنا، وإحنا عارفين أنه لو ارتفعت حرارتك كلمنا، وإحنا بنطمن عليهم، وبعضهم محجورين وهكذا. يبقى شخص A إحنا عارفينه وسهل تحديده، صح ولا لا؟ صح. صح. أعطيني الصورة اللي بعدها. الآن شخص A جاء من برا، يبغى يسلم على مين؟ شخص C حبيب القلب. إيه؟ فقال وا والله أنا لازم أروح أسلم عليه، ما يصير. وإحنا قلنا له الله يهديك، اقعد في بيتك. راح شخص A راح لشخص C وسلم عليه. خلينا نفترض أنه شخص A هذا مريض، هل يسهل أن إحنا نجيب شخص C؟ يسهل جدا. ليه؟ لأنه شخص C قريبه، وإحنا حنسأله أنت شفت مين؟ هيقول شفت فلان ما اللي هو شخص C، اللي هو موجود عندكم في الليستة، ما في داعي نضيع وقت، حتقرأوه العائلة الأصدقاء الزملاء وهكذا. الآن لو شخص A مرض عادي، إحنا حنجيبه ونحطه في المستشفى، شخص C اللي قلنا عليه شخص A حنجيبه ونعزله ونقول له إحنا حنشوفك، لو مرضت حنعالجك، لو ما مرضت خلاص حنسيبك بعد 14 يوم. يبقى شخص C سهل إن إحنا نجيبه، وإيش سهل إن إحنا نجيبه. أديني اللي بعده. وين راح بي؟ ها سلام، هذا سؤال ذكي جدا. وين راح شخص B؟ شخص B هذا الوسيط، تتذكر القصة؟ هو جاء من برا السعودية، شخص A ويبغى يسلم على شخص C، he want to see him، شخص C يبغى يروح يشوفه. خلاص، مين اللي حيوصله في النص؟ تاكسي. طيب التاكسي هذا هو شخص مين؟ شخص B. طيب السؤال، لو أنا شخص A شفت حبيبي اللي هو شخص C، هل راح أعرفه؟ أيوة. طب مين التاكسي اللي وصلني؟ ما أعرفه. راح طار. وهو هذا السبب ليش الدولة قالت لشخص B ممنوع تشتغل، وقفنا التكاسي للناس اللي زعلانين، ليش التاكسي وقف. طيب هل شخص B بس سائق التاكسي؟ لا. شخص B هذا ممكن يكون الشخص اللي انت وانت رايح محل الحلويات اياه، عشان انت جاي من المطار زعلان نفسيا، انت بتروح تشوف شخص C تسلم عليه الله يهديك، رحت على محل الحلويات واحد واقف جنبك، انت بتشوف جاتو هو بيشوف جاتو، تفرجت فيه زي كذا، وديت له المرض ومشيت، احنا حنقدر نجيب هذا الشخص؟ لا. يبقى اشخاص بي يا سلام، الصوره هذه اشخاص بيهم اشخاص كويشن مارك، مجهولين، عليهم علامه استفهام. احنا بنسوي العزل كله عشان اشخاص بي، نبغى نجيب اشخاص بي اللي الله يهديهم اشخاص ايه كان السبب فيهم. يبقى بالتالي هذا هو السبب، هدفنا كله اشخاص بي. اعطيني الصوره اللي بعدها.
الآن لاحظ معي في الصورة هذه، شخص A حطيناه في المستشفى زي ما شايف علامة المستشفى، شخص C عزلناه في الدائرة، أشخاص B مفلوتين في الشوارع، ما احنا عارفين هم مين، ما احنا قادرين نعرف هم وين عشان نجيبهم. صح. أعطيني الصورة اللي بعدها. الآن زي ما احنا شايفين في الصورة هذه احنا اوكي خلينا نقضي وقت برنامج، هذه الصوره ما لها داعي، نروح للي بعده. طيب الان تعال نوصل لشخص دي، احنا قلنا ايه هو المريض اللي جاب المرض من الاول، سي هو اللي قابل ايه المقابله اللي صارت بينهم، بي الشخص المجهول. طب مين دي ارجوك، وين الكاميرا تبعتي هذه؟ صح. شخص دي هو انت، شخص دي هو انت، شخص دي هو عامه الشعب، عامة الشعب اللي لما يمشوا في الشارع وينزلوا ممكن يتعرضوا لصاحبنا المجهول بي. قلنا ايه عارفينه وسي عارفينه ونقدر نحصره مهما كان عدده، بس المشكلة كلهم في أشخاص بي ودي. أشخاص بي نعدوا وهم ما هم دارين إنهم نعدوا، وأشخاص دي ناس بيمشوا في الشوارع غير ملتزمين. طيب الآن اللقاء السيء الخطير هو اللي راح نشوفه في الصورة اللي بعدها. وريني. الله، شوف هنا في الصورة، شايف شخص بي اللي هو مريض ولسه ما هو عارف انه مريض، قابلك انت في الشارع يلي ما انت مباعد اجتماعيا، يلي ما انت عازل نفسك في البيت. الله يهديك، احنا كنا بنحاول نحصر بي ونجيبه، بس وجودك انت في الشارع خلاك تحتك بشخص بي اللي لسه ما هو عارف انه مريض. الان انت كشخص دي حتتعدى من شخص بي، الف مبروك، حتتحول انت من شخص دي مواطن عادي الى شخص مريض. فنسميك بي ولا نسميك بي 2 في الصورة؟ نسميك بي 2 في الصورة. يبقى الآن أنت تحولت إلى شخص معدي، وهاتك يا سلسلة من أشخاص طبيعيين بس لمجرد عدم جلوسهم في البيوت تحولوا لأشخاص ناقلين، والأعراض لسه ما هي باينة عليهم، لسه حينقلوا أكثر والدائرة تتسع بشكل كبير. أعطيني الصورة اللي بعدها. الآن تعال نشوف هذه آخر صورة. تخيلوا لو كان الشخص المريض اللي هو إيه في المستشفى، يا سلام، تخيلوا لو كان شخصي اللي شايف ايه واحنا عارفينه وقدرنا نجيبه موجود في العزل. تخيل انت لو كنت شخص دي موجود في بيتك، شايف صورة دي وين محطوط في بيته قاعد رايق، كان مين راح يكون بس موجودين في الشوارع تحت؟ اشخاص بي، وهم هذول الوحيدين اللي بعد ما يمرضوا حنكشفهم ونعزلهم ونعالجهم ويكونوا كويسين وتنتهي هذه الجائحة. ارجوك يا شخص دي، يا مواطن، خليك في بيتك. جميل، هذه رسالة أكيد نوجهها لكل المواطنين والمقيمين في المملكة. في كثيرين بيسألوا دكتور أسامة إلى متى راح يتم هذا الوضع، وضع التباعد الاجتماعي اليوم؟ يا سلام، هذا سؤال جميل. ليه؟ لأن الناس كلها عندها حس ترقب، تبغى ترجع للشوارع وللإيفنتات والحياة. إحنا ما عندنا مشكلة طول ما إحنا عندنا القصة هذه، لازم نحجر نفسنا في البيوت إلى أن يصدر أمر من الدولة أن نتوقف عن التباعد الاجتماعي. أرجوكم يكون مسؤولين أكثر. الموضوع هذا راح يأخذ كم؟ ما في أحد يقدر يعرف. الأسبوع الجاي هو الأسبوع الأساسي اللي على أساسه إحنا ممكن نبدأ نعرف، وطبعا كله عن طريق السلطات الرسمية. جميل، الطرق المبتكرة والمنتشرة اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي عن صنع معقم اليدين، برأيك دكتور أسامة هل هي طرق صحيحة أو لا؟ يا سلام، هذا سؤال مهم. الواتس انفجر بالطرق، يعني زمان كنا نشوف وصفات أكل كيف تعمل المندي وكيف تعمل، كيف تعمل معقم. أنا حسأل سؤال بسيط، كم واحد في الشعب كيميائي؟ كم واحد في الشعب مصنع دوائي؟ يعني عددهم قليل، لو كنت كيميائي ومصنع دوائي روح، هذا لو عندك حتى المواد الخام. لكن أغلب الشعب لا هم كيميائيين ولا هم مصنعين دوائيين، نحن بشر عاديين. إيش اللي يضمنك أنك لما تعمل الخلطة هذه اللي بيقولك حط كحول وكولونيا وجل ومن عارف إيش، هل تضمن أنك سويت الوصفة بشكل صحيح ومختبرة؟ وكمان يا سلام، أنت تسوي منها جراكن كميات وقعد تدهن بيها وتغسل وتكون واثق وإنت أساساً ضايع أمورك. صحيح، وبتبقى معتمد على المجهول. طيب يا دكتور انا بروح على الصيدليه، ما انا ما بلاقي في الصيدليه، اعذرني انا مضطر اسوي كده. اقول لك الحكومه ما قصرت. اي والله، ايش سوت؟ عملت تطبيق. يا سلام، بس المشكله كلها انه بعض الاحيان بتنقص المعقمات من الاماكن. عملت الدوله موقع اسمه، يا ريت يظهر على الشاشه، لو ما ظهر انا حقوله شفاهه، حفظته لكم، www.sfda.gov.sa www.sfda.gov.sa. نعرضه على الشاشة. يا سلام، نعرضه الحين على الشاشة لو سمحتوا. هذا الموقع تدخل عليه يقول لك وين تلاقي أقرب صيدلية فيها المعقم، ولا وحجمه ومقاسه ونوعه وسعره وكل اللي أنت تبغاه.
يتحدث هذا الموقع كل 6 ساعات. ادخل على الويب سايت يقول لك والله في شارع فلسطين راح تلاقي الصيدليه الفلانيه في مدينه جده، روح عليها راح تلاقي معقمك اللي تبغاه. جميل، موضوع سهل جدا والله. شكرا اكيد للحكومه على هذا الموقع اللي حيسهل كثير على الناس في انهم يدوروا او يبحثوا عن معقمات اليدين. طيب في حال جتني لا سمح الله اعراض البرد دكتور، يعني ايش اسوي؟ وين اتوجه؟ وين اروح؟ اكلم مين؟ سؤال جميل، وهنا ندخل برضو لقفزة رائعة جدا عملتها الحكومة اللي هي إيش؟ عملنا تطبيق اسمه تطبيق موعد. تطبيق موعد إنك أنت تدخل على التطبيق هذا، اكتب موعد في النت راح تلاقيه، نزله راح تلاقي فيه معلومات اتبعها، تأخذ رقمك اللي هو تبع بطاقة الأحوال وحساب أبشر، وبعدها راح تدخل راح تلاقي فيه أسئلة متعددة، حيسألوك عن حرارتك عن عن عن، حتجاوب الأسئلة هذه كلها. بعد نهاية هذه الأسئلة هم راح يعملوا لك عملية فرز إلكترونية ويأمروك يقولوا لك توجه للمستشفى الفلاني في المكان الفلاني. بالتالي انت ما راح تروح مكان فيه زحمه، ما راح تقعد وقت كثير، ما راح تعدي ناس ثانيين، راح تاخذ خدمتك بكل سلاسه ويسر. جميل، فارجوكم تطبيق موعد. طيب مؤخرا كمان دكتور كثره الاخبار اللي بتقول انه او عن وجود ادويه او لقاحات مضاده لفيروس كورونا، فخلينا نقول الصحيح للمشاهدين. هذا جنني هذا الموضوع، كل شويه خلاص وصلوا إلى لقاح، وصلوا إلى دواء، انتهت المسرحية، وكلام كله غلط. المصيبة غلط. ما بنشوفها بس على مواقع التواصل الاجتماعي، كمان بنشوفها في الأخبار. لا 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 لا، أنا خليني أفصل بس بتفصيل بسيط جدا. يعني إحنا بندرس في كلية الطب محاضرة كاملة في علم الأدوية عن كيفية اعتماد اللقاح والدواء. قصة طويلة ما هو وقتها إن إحنا نشرحه، ولكن اللي أنا أبغى أقول لكم عليه إنه لو عرفتوها هتقولوا لا الموضوع هذا يحتاج بروسس وفترة زمنية طويلة. صحيح. طيب خلينا نسأل بعضنا شوية أسئلة. هل هناك ناس شغالين على لقاح ودواء؟ نعم. هل نزل السوق الآن؟ لا. طيب إحنا في أي مرحلة؟ عملوا التجربة الكيميائية وعملوا التجربة على الحيوانات، حاليا إحنا في التجارب السريرية على المرضى المتبرعين سواء من أدوية أو من لقاحات. متى تنزل السوق؟ هذا رح يعلن عنه في الجهات الرسمية. هل السعودية شغالة على لقاح؟ نعم. طبعا السعودية ما شاء الله الفترة هذه احنا مسكنا الجين تبع الفيروس حق كورونا وحللناه كامل، عرفنا الحمض الار ان اي كامل من اوله لاخره، وعلى اساسه قاعدين نحاول ان احنا نشتغل على اللقاح الان. الى الان ما نزل شيء يا جماعة. احسن حاجة هي الوقاية وليس العلاج. كل ما الأخبار حقت العلاج جات واللقاح جات الناس بتطمن زيادة عن اللزوم. أنا ما بخوف الناس، اطمنوا بس لا تطمنوا بزيادة إلى درجة تنزلوا الشوارع وتستهتروا. الوقاية خير من العلاج. طب الناس صارت تخاف حتى من الأكل في كراتين، إذا طلبوا دليفري وجاهم الأكل موجود في كراتين، فهنا مشكلة بتصير لهم، بيخافوا أنه كيف ممكن يعقموا أو يأكلوا الأكل هذا أو لا. جميل، أنا أقول حاجة، خليني أفترض أنك أنت مثلا واحد راح هايبر ماركت مسك علبة تونة يبي يشوفها، ما عجبته رجعها، وهو كان مريض ومعقم يده. أنت لو مسكت نفس العلبة هذه ممكن تمرض، في احتمالية لوجود الفيروس في على المواد أو على الأسطح لفترة معينة. يبقى إيش اللي ينصح؟ لما أنت تجيب المواد الغذائية تخلص من الأكياس وغسل المواد الغذائية. حاول تجيب مواد غذائية قابلة للغسيل، يعني علبة تونة مثلا سهل أنك تغسلها، علبة بيبسي سهل أنك تغسلها، علبة حليب، علبة الأمور. حاول تجيب الأشياء سهلة التغسيل فقط لا غير. حاول تغسلها موية دافية شوية أو حارة، يعني مو جدا، يعني بحيث انك تقلل من احتماليه العدوى. طب دكتور النصيحه الاخيره اللي ممكن نوجهها للمشاهدين، ايش ممكن نقول لهم؟ طيب النصيحه الاخيره، انا النصيحه الاخيره اللي اقولها، لو انت جاك اعراض برد لا تذعر. اغلب الناس يقول بس انا مستني متى يجيني اعراض البرد، اول ما جاء ها ها جاتني الكورونا. حتى لو جاتك لا تقلق، اسهم في انك تفصح وما تسكت وما تقلق وما تخاف، وتحاول قدر الإمكان أنك تطلب المساعدة من بدري وتعزل نفسك من بدري، ما تسوي لنفسك حالة إنكار ذاتي. هذا شيء. الشيء الثاني يا جماعة، اهتم بالصحة النفسية في هذه الأيام. أنت عازل نفسك وقاعد بتفكر كثير، اهتم بهواية.
اهتم. يعني احنا دكاتره برضه يهمنا الجانب الصحه النفسيه، لا تقعد كاتل نفسك وبس تتابع الاخبار بزياده عن اللزوم. تابع المواقع الرسميه مره مرتين في اليوم، وباقي اليوم انشغل بهوايه، اتعلم حاجه جديده، وربنا ان شاء الله يقيكم شر الامراض. جميل جدا، شكرا لك دكتور اسامه، حقيقي يعني قدمت لنا معلومات كثيره ومفيده في نفس الوقت، شكرا لك. شكرا لك لمياء. شكرا. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل يوم الام، الحب في اجمل صوره. في بداية هذه الفقرة خلونا نوجه تحية حب وتقدير لكل الأمهات من حول العالم على تضحياتهم، على عطائهم وعلى صبرهم علينا. يعني أمس كان يوم 21 مارس، يمكن شفنا حفاوة الشباب والأطفال بأمهاتهم في كل مكان في الدنيا صراحة. والفنانة الشابة لفتتنا أدت عمل جميل وكليب للأم جميل جدا، أكيد نوجه تحية للفنانة أمل المغربي. خلونا نتابع هذا الفيديو وارجع لكم على السريع. شباب قبل ما نبدأ في تفاصيل هذه الأغنية مع الفنانة الشابة أمل المغربي، بس خلوني أوجه تحية خاصة لأمي وأقول لها: أمي ليست يوما، أمي عمرا، طاب بك العمر يا سيدة النساء وطبتي لي عمرا، أحبك ماما. طيب خلونا نأخذ هذا الاتصال مع الفنانة الشابة أمل المغربي. مساء الخير أمل. يا اهلا، يا مساء النور عليك يا لميا وعلى كل متابعين ساعه شباب وقناه روتانا خليجيه. ثانك يو على الكلام الحلو. بالعكس، اكيد نحييك من برنامج ساعه شباب. مو كانك غبت شوي علينا امل في الساحه الفنيه؟ هو صحيح انا غبت فتره طويله، لكن غبت وبخبي اشياء، يعني بغيب وبجي مره واحده بشيء الحمد لله، يعني رب لك الحمد، بغيب وبجي بشيء بومينج. يعني في فترة غبت وطلعت بأغنية وضربت، وبعد كده يعني مش غيبة إنه ما بسوي فيها شيء، فما بيكون فيها حاجات الحمد لله، وبتطلع مرة واحدة والحمد لله بتجيب يعني نجاح حلو وكبير. يا رب لك الحمد، كل التوفيق لك. أكيد. طب حابين نسألك عن هذا العمل وظروفه عشان يوم الأم. طبعا اول شيء العمل هذا انا حابه اشكر كل اللي اشتغل عليه وكل من رشح اسمي في هذا العمل. شباب زملائي كانوا في الاذاعه سابقا اللي كنت اشتغل فيها، مصطفى أبازة، احمد عبد الله، ناس كثيره رشحوا اسمي لهذا العمل. هم عارفين طبعا انا الحته دي او يعني موضوع الام بالنسبه لي ايش، فاهمه؟ فكلموني وقالوا لي أمل في أغنية سبونسر نبغاك تغني فيها للأم، وما كنت في جدة، كنت في القاهرة يعني،
يلا وتسجيل. طب وسمعتها طبعا ما شاء الله على العياط والحنفيه اللي اشتغلت في العياط طبعا بكى اكيد اثرت فيك كثير امل. نحن اكيد حاسين فيك كلنا لانك فقدتي والدتك من فتره الله يرحمها يا رب ويغفر لها ويصبرك على فراقها، ولكن هل هذا اثر في اداء عملك لهذه الاغنيه؟ طبعا طبعا كثير. يعني شوفي قبل سنه عملت كفر لستة الحبايب، كان اول عيد ام بدونها وانهرت وزملائي بكيوا صراحه. هذه المرة أنا بسجل صرت أوقف التسجيل أقول له ماني قادرة شوية ديني وقت ماني قادرة، فتأثرت كثير لأنه أنا الكلام اللحن بصراحة يعني ما أقدر أقول لك قد إيش الكلام كله واضح فاهمة، ما قدرت أكمل التسجيل صرت أقول له شوية نوقف نرجع نكمل نوقف، بس الحمد لله سجلناها طلعت يعني فعلا. مش عشان قد أكون مش أول واحدة فقدت أمها، لكن فعلا فعلا وصل إحساسك للجميع في هذه الأغنية، ونحن أولهم نشكرك على هذه الأغنية أمل. وحابين يعني نختم معك بأغنية ست الحبايب نهديها لجميع الأمهات من حول العالم. أكيد أولا أو أخيرا كل عام وكل أم بألف خير، خالاتي عمتي والدتي وكل اللي بيتابعونا صحباتي الأمهات كل أحد، فدفنتني حغني لهم ست الحبايب. و ست الحبايب يا حبيب يا أغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيب وحبيبة. شكرا لك أمل. شكرا يعطيك ألف عافية. يعافيكي وشكرا لكل مستمعين وكل مشاهدين برنامجك ساعة شباب، ولك أنت ومرسي على الاستضافة الجميلة. شكرا يعطيك ألف عافية أمل، قادرة أكمل معك نشوفك على خير إن شاء الله. في نفس الوقت وعلى نفس الصياغ يمكن كانوا كثير ناس أمس مو عارفين أو محتارين إيش يهدى أمهم، سوري أنا أنفعل في هذه اللحظات وأتأثر كثير سامحوني، فما كانوا عارفين إيش قدموا للأمهات في هذا اليوم خصوصا مع إغلاق الكثير من المتاجر. ولكن الشابة مها الوزان متخصصة في الهدايا وتنسيقها كانت بتحاول إنها تقدم أفكار أونلاين من خلال مواقع التواصل. حنتعرف أكثر على فكرتها معنا عبر الهاتف مها الوزان منسقة هدايا. مها أهلا فيك في ساعة شباب. أهلا كيف حالك؟ الحمد لله بخير، كيف حالك أنت؟ السلام عليكم أخت لميا. وعليكم السلام. أحب أشكركم جميعا، شكرا لاستضافتكم الكريمة الله يحفظك. حبيبتي بالعكس واجبنا، ولكن خلينا في البداية نسألك على إقبال الناس على هدايا الأمهات. الحقيقة أنه يوم الأم هو من الأيام اللي بيكون فيها طلب كبير على الزهور والهدايا والشوكولاتة احتفالا بهذا اليوم، لكن في مجتمعنا عارفة أخت لميا أنه بيكون في هدايا بصفة دورية مش فقط يعني بتكون ليوم الأم، يعني عندنا بتكون على مدار السنة دائما طلبات هدايا وزهور مستمرة طول السنة مقدمة للأمهات، لكن نسبة كبيرة بتستغل هذا اليوم العالمي حتى تحتفل فيه. وفي يعني تأثير كبير أكيد بسبب إغلاق المحلات، فكيف كانت هنا البدائل؟ أكيد طبعاً بسبب الظروف الراهنة تأثر الإقبال على الشراء شوية، لأنه نظراً لعدم الخروج من المنزل وإمكانية التسوق. أنا عن نفسي أختي ملتزمة ب الحجر المنزلي وما بخرج نهائيا غير للضرورة.
لكن يعني طبعا إمكانية إنه الأغلب دحين توجه للطلب أونلاين والتسوق عبر النت لسهولته، وطبعا إمكانية التوصيل إلى المنزل يعني أعطت إمكانية أفضل. أكيد. طب يا ريت تكلميني شوي عن اللمسات الأخيرة اللي سويتيها للناس. الله يحفظك. يعني إحنا هدايا الأم هذه السنة كان الثيم حقها هو لفصل الربيع، ففصل الربيع معروف بألوانه الجميلة والفراشات المختلفة وألوانه، فكانت التغليف الهدايا هذه التنسيقات كانت للسنة الماضية اللي معروضة الآن هي البنفسجية، لكن تنسيقات الربيع كانت جميع التصاميم كانت بشكل فراشات وزهور، وعملنا هذه السنة سلة الأعشاب المعطرة. يعني عندك هذه مثلا علبة بتنفتح فيها الزهور وبتنزل البتلات كلها بتكون داخل الهدية، بحين أتفتحت حتلاقي بتنزل الزهور كلها للأم وبتوضع الهدية بالداخل. هذه المعروضة عبارة عن مربى اللافندر ومربى الورد الجوري مع بسكوت زهرة الخزامة اللي هي اللافندر وشاي اللافندر، كان الثيم لبعض من السنين اللي هي زهرة اللافندر لأن هي زهرة معروفة بعطرها الجذاب. جميل جدا. هذه السنة عملنا سلة الأعشاب المعطرة اللي الحبق والنعناع والشاهي الأخضر، فكانت كمان تزينت بالفراشات جميلة جدا كانت صراحة. أنا شايفة الفيديوهات معانا أفكار رائعة وأفكار جميلة ومتجددة، وما شفت حقيقي في مكان قبل كذا نفس هذه الأفكار. أحييك عليها مها وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم وفي عز كورونا، بأي حال عاد يوم السعادة؟ تعرفوا أن يوم السعادة كان قبل أمس؟ حنتكلم في تفاصيل أكثر بعد الفاصل. الحديث عن السعادة هو يعني موضوع قديم جدا، ولكن يرتبط غالبا بخيارات الإنسان وقناعاته في النظر للحياة. في الزمن الحديث يمكن صرنا محظوظين أكثر لأنه أصبح للسعادة رواد يعلمونا هذه اليوم. فرح شباب صراحة تعطوا فايبس كده حلوة أول ما يجي الموضوع عن أنتوا رواد سعادة، فان شاء الله اليوم نقدر ننشر السعاده لكل مشاهدينا بيشوفوا حلقه سعاده شباب باذن الله. بس في البدايه خلونا نتعرف اكثر على شخصياتكم. ابدا معك هاله. انا هاله جنبي مدربه واستشاره في اعداد ومعلمين لاطفال مونتيسوري، وايضا مدربه لتطوير افكار وسلوكيات الاطفال وايضا سلوكيات المراهقين. كوتش هابينس واخصائي سعاده. جميل. وحسن؟ حسن علي، بكالوريوس موارد بشرية، أخصائي أول سعادة وتفكير إيجابي. الله عليكم. صراحة دائما ما يقال بأن السعادة نسبية، هل ممكن نحصل اليوم على تعريف أجمل هالة؟ طبعا هو السعادة بتختلف معاييرها من شخص لآخر. في ناس مثلا بيقول لك أنا سعادتي إذا أنا حصلت على مال أو أولاد أو أي شيء آخر، لكن إذا إحنا نبغى نقول إنه الشخص نفسه يقرر ويختار السعادة كأسلوب حياة بتقوى الله بالصبر بالإيمان بقضاء الله وقدره وكل حاجة، هي هذه السعادة الحقيقية. إنه إحنا نؤمن بكل هذه القيم وفي نفس الوقت بنسعى للعمل عليها. الله 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 عليك، كلام جميل. طب حسن، يعني في عز كورونا حل اليوم العالمي للسعادة، هل ممكن نشوفه ضربة قاسية لليوم العالمي للسعادة؟ هي مو ضربة قاسية، يعني ممكن نسميها إنه اهتزاز بسيط بالأوضاع الحالية طبعا، ولكن السعادة ما لها وقت معين وما لها حد معين. يعني الشخص ممكن يقدر يسعد نفسه ومن حوله بأمور كثير، يعني بالعكس ممكن إحنا كرواد سعادة وكأفراد مجتمع نستغل هذا الوضع الراهن اللي إحنا فيه، ويكون تفكيرنا إيجابي وننشر الوعي الإيجابي والأمور الطيبة. يعني صحيح. طب كيف تفاعلتوا مع هذا اليوم عن بعد؟ يعني إيش اللي حاولتوا تقدموها؟ طيب إذا أنا بأتكلم كهالة، كأم، كأخت، كزوجة،
لازم انه انا لما بتجيني هذه الرسائل السلبيه او الافكار الخاصه بالفيروس والوضع الراهن، انا لازم احاول اوجه هذا التفكير لاشياء تانية حواليا. يعني مثلا انه ان شاء الله باذن الله هي كلها ازمه وتعدي. مثلا انه سبحان الله ما زالوا الان في المملكه بيبحثوا عن لقاح ويحاولوا ان هم يجربون، يحاولوا ان احنا نوجه هذه الافكار لاشياء تانية، عم نحاول نبشر. وسبحان الله في عز هذه الازمه وفي عز ما احنا فيه بقياده ملكنا وبفضل الله ثم هم المملكه لما طلع مؤشر السعادة العالمي أصبحت المملكة في المرتبة 27 عالميا. صحيح. من ضمن 156 دولة والثاني عربيا، فهذا الشيء صراحة جدا رائع وجميل. أكيد شيء يبشر بالخير يعني وشيء طيب. أكيد. طب كيف صرتوا فريق وكيف أيضا أهلتوا نفسكم عشان تحفزوا الآخرين للسعادة؟ طيب إحنا مجموعة أشخاص عاديين تقابلنا في دورة أخصائي السعادة التفكير الإيجابي خلال السنتين الماضية مقامة في السعودية في دفعات مختلفة طبعا. ففي جدة كوننا فريق وكانت بدايتها فكرة ثم صار هدف أنه نشر الوعي والتفكير الإيجابي في المجتمع بشكل كامل. والحمد لله انطلقنا وان شاء الله تكون انطلقت خير يا رب باذن الله. باذن الله. نحن مكملين معاكم حسن وهالة، بس خلونا نشوف مقطع عن السعاده وارجع لكم. If you think positive when you color your life it will lead you to happiness. السعاده اختيار وقرار وليست غايه او شعور مرتبط فقط بتحقيق هدف او تطلعات او طموحات. Our goal is to spread happiness and positive thinking. تطوير البيئة المجتمعية ونشر الطاقة الإيجابية. Helping people to have a healthy mind and happy life. معا لنحيا مجتمع أكثر سعادة. السعادة بالنسبة لي هي عيش اللحظة، هي كونك أنك أنت تكون في الآن وفي هذه اللحظة فأنت في سعادة. إحنا كوادر وقيادات وطنية جمعنا شغف السعادة والإيجابية من أجل صناعة مجتمع منافس دول العالم، صحي وإيجابي وسعيد. وبكل فخر في اليوم العالمي للسعادة 20 مارس 2020 أطلقنا فريق رواد السعادة. يمكن أكثر سؤال أسأله لرواد السعادة أو للأشخاص الإيجابيين اللي بيحاولوا أنهم ينشروا السعادة، هل أنتم سعداء في حياتكم؟ أبدأ معك هالة. اللهم لك الحمد. الحمد لله. الواحد سبحان الله لما يعيشها فعلا كأسلوب حياة ويقرر أنه هذا الشيء بيكونه كده، لا أكيد طبعا الواحد يكون سعيد بإذن الله. ليش؟ لأنه الشخص الغير سعيد مستحيل أنه ينشر السعادة للناس. صح. حتى إذا حاول نشرها ما راح يستفيدوا الناس من أي شيء. هل تتفقوا معي؟ شيء خرجتي يعني لسه بقول فاقد الشيء لا يعطيه طبعا. صح. مستحيل أن إنسان ماني سعيد وأسعد هالة وأسعدك، مستحيل طبعا. التصنع له وقته ويبان طبعا. أكيد. ما راح تستمري. فهذا حمل كبير، بالعكس إنه إحنا يعني نسعد نفسنا ونسعد بيتنا زوجاتنا وأبنائنا وأهلنا ومن حولنا عشان يستمر هذا الشيء ويتنشر طبعا. حلو. طب ايش الدور اللي تحسوا انكم ممكن تقدموه هذه الايام وخصوصا للناس في وضع زي الوضع اللي عايشينه هذه الايام؟ طبعا احنا الان اوكي كافراد بنسوي هذا الشيء في المجتمع، لكن الان كفريق رواد السعاده انشانا منصات تواصل اجتماعي في تويتر وفي انستغرام علشان نبدا ننشر هذا الفكر وننشر هذه الايجابيه والسعاده والمسؤوليه المجتمعيه. من ضمن الأشياء اللي احنا حابين ان احنا نطرحها الآن، احنا في صدد انه نعطي محاضرات لايف انستغرام. كل رائد في رواد السعادة كلهم في تخصصه، وبإذن الله اليوم حتكون أول لقاء على لايف انستغرام الساعة 9 إن شاء الله. من ضمن الأشياء احنا نطمح حقيقة انه كفريق رواد السعادة إنه الجهات الخاصة والأفراد والفرق التطوعية يكون في بيننا وبينها إن شاء الله شراكات، لأنه هذه الأشياء ما نقدر نسويها إحنا لحالنا. إحنا كل ما تكون في شراكات إحنا نقدر نصنع هذا المجتمع ونقدر نبني هذه الثقافة أسرع. جميل. على السريع حسن، كيف ممكن تتعاملوا اليوم مع المحبطين؟ ما في شيء اسمه محبطين. قد ما نقدر نحاول نكون إيجابيين، نحسن الظن، وإن استمر إنه في ناس محبطين القافلة تسيرهم على جنب.
الله عليكم الله عليكم اطربتوني اليوم. شكرا لك هاله، شكرا لك حسن، نورتونا اليوم في استوديو ساعه شباب، واكيد اتمنى لكم كل التوفيق. الله يعطيكم العافيه، شكرا لكم. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. لا تنسوا تتواصلوا معنا على حساب البرنامج في انستغرام ساعه شباب الظاهر على الشاشه، وانا باذن الله يجدد لقائي معاكم غدا. اقول لكم فمان الله.